يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفجر الماء من يده الشريفة. هل يجوز تعليق شيء من القرآن والأذكار في الدكاكين والمنازل من باب التبرك؟ لا، هذا شيء لم يعمله السلف، وهذا يكون من تعليق الحجب والتمائم، يدخل في تعليق الحجب والتمائم، ورد النهي عن ذلك. والقرآن لم ينزل لأجل يعلق على الجدران ولا على الأبواب ولا على الأشخاص ولا على السيارات، نزل ليقرأ ويتلى ويعمل به ويتدبر. نعم.